انا والشيء وحمله في حد ذاتنا. فكرتنا ان احنا لاحمين في مصر لحمه صعبه. لو كوبري اكتوبر اتفك احنا ما نفوقش. طب انا شقه مال الامان ومات من زمان. فوتنا الحب. حب كمان بنا العصبيه انت. بحبك يا حياة أمك الدوية. قرني بيمسي على سيادة الدولة. استحملني بقى دماغ الجاموس. قرني توصل بالسلامة يا شيخ. والعين خضرة ده هيتجوزك ليه وانت سودة وكده وحق الباب؟ ده عينيه خضرة ياما. انتوا مين؟ النسوان ماجيش من وراها غير وجع القلب. يا بنتي انت مش اتجوزتي؟ واتطلقت من اسبوع. طب والعدة ايه؟ ايفون؟ وقطع شحن. يا زهرة وردك يشبهلك، أنا سامع صوته بيندغلك. الدكتورة بحسها حية متلقطة بتفلين، ما هياش عارفة ان طول ما الشقه بالتكتك احنا في الامان. علاش على الجراح لب في الاياب شغال ولاع. انت بتقبل كل كام سجارة بقى؟ جاي لك عشان اسلم لك العيال دي تسليم عيال، هجيبهم لك ملفوفين بالفيونكة الحمرا. لو ما عقلتش اسماعيل مش فرحانته. هو اسماعيل ده يعني اسماعيل ياسين؟ مفيش غيره في الامم اللي يعرف يخلصها. متقتلش. امال السواعدي مات في حرب اكتوبر يا روح امك؟ قيمة تقلي تقطع في لحمك عشانها. انت عندك يا جدع نعذب الناس اللي عملوها اشوفوا انت شوفوا بتموت يا شيخ فيابا. اسماعيل لو جه حجازي جاي جاي او بتطمن عليا انا وامشي فاكر نفسه في بيضه النار. العيال دي اللي قلعتك البنطلون ولا انت اللي قلعه لوحدك؟ لا قلعته لوحدي.